شرع المؤلف الآن رحمه الله تعالى في بيان من يرث النصف. يرث النصف بالأمس قلنا خمسة، أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع الزوج أو الزوجة فأكثر، وأصحاب الثمن الأرامل الزوجة فأكثر، وأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج بشرط أن يكونوا جمع أربعة، وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم، وأصحاب السدس السبعة الأب والأم والجد والجدة ولد الأم وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر. أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة، الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع الوارث يأخذ الثمن، الزوجة عند عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. انتهينا من الزوج والزوجة، يبقى معنا البنت الثاني من أصحاب النصف البنت. دائما عندنا في أصحاب النصف طبعا غير الزوج، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من تقدم. عدم المعصب يعصب البنت الابن، وعدم المماثل يماثل البنت بنت أخرى فأكثر. انتهينا من البنت. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ كما قلنا عدم المعصب، من يعصبها؟ ابن ابن. وخطأ أنك تقول أخوها، لا، ما تعتبر القرابة بالنسبة لها، تعتبر القرابة بالنسبة للميت. عدم المعصب ابن ابن فأكثر، وعدم المماثل بنت ابن أخرى فأكثر، وعدم من تقدم الابن والبنت فأكثر. الأخت لأب، عدم المعصب، الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث اللي تقدم، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد. الأخت لأب، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذن عندنا في أصحاب النصف عدم معصب، عدم مماثل، وعدم من تقدم، هذا أصحاب النصف. نعم. قال رحمه الله: فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت. الفرع فقد، وإحنا دائما نعتبر القرابة بالنسبة للميت. ماتت امرأة وتركت الزوج، هل كان لديها ابن بنت ابن ابن بنت ابن فأكثر؟ لا، إذا الزوج يأخذ النصف. نعم. فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب. تمام، هذا إذا انفردنا. كانوا جمع بنات بنتا ابن، أختان شقيقتان، أختان لأب، الآن أصبحوا جمع يأخذ الثلثين بنفس الشروط، لكن يتغير شرط واحد، هنا عدم المماثل، هنا وجود المماثل في الثلثين. إذا أخذنا أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الربع وأصحاب الثمن. نعم.